شيخ، ممكن يعني شخص يكون عنده، يكون حباه الله عز وجل بذاكرة قوية وكذا، ممكن يحفظ بعض الصفحات من في 10 دقائق كما تقول، لكن هل كل الناس يستطيع أن يحفظ هذا؟ طيب، هذا الجزء الثاني من السؤال، شيء جميل جدا، أنه هل بعض الناس حباهم الله بذاكرة وبعض الناس سلب الله منهم هذه الذاكرة؟ بعبارة أخرى، هل تقسيم الناس إلى ذكي وغير ذكي صحيح؟ هل تقسيم الناس إلى فلان ذاكرته قوية وفلان ذاكرته ضعيفة صحيح؟ أثبتت الدراسات العلمية أن هذا التقسيم غير صحيح ومبالغ فيه مبالغة كبيرة جدا. والصحيح أن الله عز وجل قد خلق الخلق في أحسن تقويم، ومن أحسن التقويم أن يرزقهم عقلا وذاكرة فيها الحد الأدنى من الاستيعاب، فيها الحد الأدنى من الحفظ. فهناك حد أدنى عند كل البشر أنهم يستطيعون أن يحفظوا، ولكن هذا الشخص الذي يقول ذاكرتي ضعيفة ربما يكون بسبب أحد الأساتذة الذين درسوه في المدرسة قالوا له أنت ذاكرتك ضعيفة، أو بسبب أمه أو بسبب أبيه أو بسبب بيئته. المهم، أحد الأشخاص رسخ في ذهنه أنه هو ذاكرته ضعيفة، فرسخت هذه الفكرة عنده، أو أنه جرب تجربة معينة حفظ بطريقة غير صحيحة فوقع في إشكال أو وقع في وهم أن ذاكرته ضعيفة. فإذا أركز هذه النقطة بشكل قوي جدا، إن تقسيم الناس إلى ذكي وغبي غير صحيح. شيخ، يعني أنت تريد يعني أن تقنعني يعني أنه أنا الإنسان اللي بالكاد أتذكر يعني ماذا أكلت في الصباح، يعني عندي نفس المؤهلات العقلية اللي عند شخص مثل أبو هريرة رضي الله عنه مثلا في قوة حفظه وقدرته على الحفظ؟ الحد الأدنى من ذلك موجود عندك وعنده، الحد الأدنى. بمعنى، خلينا نتكلم بكلام يعني علمي ودقيق أكثر. الدماغ يقول العلماء فيه 10 بلايين عصبون دماغي، 10 بلايين عصبون دماغي. طيب، عملوا دراسة على الأشخاص كم يستخدمون من هذا الدماغ، يعني بشكل مبسط أكثر حتى المشاهد يعني يكون معنا. لو عندي جهاز كمبيوتر فيه هاردسك، هذا الهاردسك فيه مثلا 1000 جيجا 1 تيرا. طيب، كم أستخدم منها؟ تجد أنك لو جلست سنتين أو 3 سنوات لن تملأ من هذه 1000 جيجا إلا مثلا 50 جيجا أو 100 أو 200، وبقية الهاردسك فارغ لم يستخدم بعد. نفس الشيء بالنسبة للدماغ، أثبتت الدراسات العلمية أن دماغ أكبر العباقرة في العالم لم يستخدم منه إلا 2%، وقيل 3%، وقيل 10%. فإذا الله عز وجل خلق الخلق جميعا ولديه من الإمكانات ولديه من العصبونات الدماغية البلايين، ولكن هذا شغلها وهذا لم يشغلها. ألم يكن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في نفس الوقت معه 10 من الصحابة ولديهم نفس القوة ولديهم نفس العقل ولديهم نفس التفكير، ولكن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يعني كان يشغل ذاكرته، كان يشغل دماغه، فيلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقط منه تلك المعلومات. فمن سار على نفس الخطوات يحصل على نفس النتائج. بمعنى، هي قاعدة أيضا أخرى نقولها ونركز عليها في الدورة، ما هو ممكن للآخرين ممكن لي. ما إذا وجد إنسان في أقصى الكرة الأرضية قد نجح في أمر ما، فأنا قادر على أن أنجح في هذا الأمر إذا سرت على نفس الخطوات. مثلا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مروياته كم؟ 4000 حديث تقريبا. طيب، الآن من المعاصرين يوجد من يحفظ 10000 حديث. إذن هذا موجود، وأمثلة موجودة، أطفال عندنا، أطفال 15 سنة عمرهم يحفظون أكثر من 10000 حديث. إذن العقل موجود ولكن يحتاج من يشغله. فلذلك نقول عصبونات دماغك منحة من الله سبحانه وتعالى، شغلها، شغلها بما يفيد تشتغل. أنت الآن الشيخ جتني من خلال كلامك يعني جاني واحد السؤال. أنت كنت تتحدث وتقول بأنه الإنسان يعرف يستعمل ولا ما يعرفش يستعمل، هل هناك طريقة تخليني، طرق علمية يعني أو تقنية تخليني إذا استعملتها 1 2 3 4 أحفظ القرآن، أو الأمر مخصص يختلف مثلا إذا خصصت وقت أكثر أم وقت أقل أو كذا؟ نعم، هذه الطريقة وهذه التقنيات هي التي تقوم عليها الدورة
خلال 5 أيام نشرح عدة تقنيات. يعني شيخنا يعني كثير من مشاهدنا للأسف يعني ما يستطيعوش يحضروا الدورة، فعلى الأقل نحاولون أعطيهم إن شاء الله شيء مركز بإذن الله تعالى. أول شيء، من يرغب في حفظ القرآن الكريم، لا أريدها أن تكون رغبة يعني خفيفة أو رغبة هكذا أمنية، أريد أن يكون قرارا. فيا من تشاهدني الآن وتسمع صوتي الآن، اتخذ قرارا في حفظ القرآن الكريم في هذه اللحظة. إن اتخذت هذا القرار أبشر بأن النتيجة مباشرة دماغك يبدأ يعمل. اتخذنا القرار، بعد أن نتخذ القرار نبدأ بالخطوات العملية، إلغاء القناعات السابقة التي تعيقنا عن الحفظ، حيث هذا الدماغ عبر 20 سنة سابقة وجدت فيه عقبات أوجدها المجتمع وأوجدتها المدارس وأوجدها فلان وعلان، أوجدوا في أدمغتنا عقبات. حفظ القرآن صعب، حفظ القرآن غير ممكن إلا للصغار، حفظ القرآن الكريم غير ممكن للموظفين، حفظ القرآن الكريم للنساء، النساء يمكن أن يحفظوا القرآن أما الرجال مشغولون. هذه عقبات لابد أن نزيلها حتى يتجهز الدماغ. هذه أنا أسميها التهيئة النفسية، التهيئة النفسية. بالمناسبة هأعطيكم شيء يعني ملخص جدا، يعني يمكن أن تحفظوا هذه الكلمة تحفتي. هذا البرنامج سميته تحفتي، تحفتي. التاء التهيئة النفسية، والحاء حفظ القرآن، والفاء فهمه، تحفة. التاء هذه تطبيقه عمليا، والياء تحفتي أي أبدأ بنفسي، أبدأ مباشرة. هذا ملخص يعني سريع جدا جدا، يمكن أن أعيد بالتفصيل أكثر إن أحببت. التاء الأولى تحفتي التهيئة النفسية، ونأخذ فيها أكثر من ساعتين. يعني كيف أنك إذا اشتريت جهاز جديد أنت بحاجة إلى أن تعمل له إعادة تهيئة القرص حتى يكون النسخ عليه سهلا، نفس الشيء دماغ الإنسان بحاجة كل مدة أن يعمل له الإنسان تهيئة جديدة ليتلقى المعلومات، ليتلقى القرارات، ليكون قراره صحيحا، ليكون قراره صائبا. فنقوم بالتهيئة النفسية. التهيئة النفسية عبارة عن إزالة أشياء وزرع أشياء مكانها، إزالة عقبات وزرع إيجابيات. ما هي العقبات التي نزيلها؟ نزيل كلمة صعب، نزيل كلمة مستحيل، نزيل كلمة غير ممكن، نزيل هذه الكلمات أزلناها. بعد ما أزلناها نضع مكانها أنا أستطيع أن أحفظ القرآن، أنا بإمكاني أن أحفظ القرآن، أنا لدي من الإمكانات الربانية التي أودعها الله عز وجل في دماغي ما يمكنني من حفظ القرآن الكريم. هذه قناعات نبدأ نزرعها، هذا كله في التهيئة. شيخ عفواً يعني نقطع كلامك، يعني في هذا الإطار هذا تاع التهيئة النفسية هذه كذا، ممكن الإنسان يأخذ مثلاً أدوية تقوي الذاكرة كذلك وتدخل في إطار هذا التهيئة، أو يعني بالنسبة لذوي الذاكرة الضعيفة هذه؟ أما أدوية وما أدوية، لم نستخدم أي نوع من الأدوية ولا أنصح به استخدام أي نوع من الأدوية. أما لو سألتني سؤال آخر، هل هناك مأكولات طبيعية تساعد على هذا الموضوع؟ نعم، هناك مأكولات يعني نبوية أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مأكولات طبية. فمثلا يعني ينصح بالزبيب، فالزبيب فيه مادة الجلوكوز، مادة جميلة جدا. وكون الزبيب هو أصله عنب مجفف، فالعنب يوضع في الشمس حتى يتجفف، فيأخذ يعني فيتامين سي وفيتامين دال، ويعني يكتنز بهذه الفيتامينات. وعندما يمصه الإنسان فإن مادة الجلوكوز تغذي الدماغ. فأثبتت الدراسات العلمية أن الزبيب جيد ويساعد الدماغ، أيضا العسل جيد، أيضا الحليب، التمر، الفواكه الطبيعية بشكل عام. يعني قضية أدوية وأشياء يعني الإنسان يتعلق بهذا الأشياء هذه كذا من الوهم. يعني ما عمري وصفت لأحد دواء أبدا، الدواء يكون لحالة يعني خاصة أو مرض خاص، أو أما الشكل الطبيعي الله عز وجل خلق الإنسان سليما معافا ولا يحتاج إلى أي أدوية تقوية أبدا. الشيخنا نرجع للموضوعنا، يعني أنت تحدثت عن أنه لازم أتخذ قرار، نعم، بعدين أهيئ نفسي، نعم، ثم ماذا؟ ثم أبدأ يعني الطرق العملية التي يعني توصل إليها الخبراء.
الطرق العملية هذه بفضل الله، يعني أنا جمعته من خلال خبراتنا من التجارب العملية مع شيوخنا، ومن خلال التاريخ، ومن خلال علوم البرمجة اللغوية العصبية، ومن خلال علوم التنمية البشرية، ومن خلال كل هذه العلوم جمعته يعني برنامجا رائعا وجميلا جدا جدا. فمن أحد هذه الطرق هو التركيز على مداخل الذاكرة. مداخل الذاكرة، الذاكرة يعني الدماغ له ثلاث مداخل، له مدخل العين، له مدخل الأذن، له مدخل اللسان، ويمكن أن يضاف أيضا المشاعر والأحاسيس. فأنا عندما أريد أن أحفظ القرآن الكريم علي أن أركز على العين، أين تنظر وكيف تنظر، علي أن أركز على الأذن، ماذا تسمع وكيف تسمع، علي أن أركز على النطق، كيف أقرأ وماذا أقرأ. فإذا استطعت أن أركز على هذه المداخل الذاكرة الثلاثة التي هي العين والأذن واللسان، تدخل الآية مرسومة مصورة مسموعة متلوة في دماغ الإنسان. لم أفهم شيخ هذا الكلام، سأوضح أكثر. الآن الدماغ لو شبناه بحوض، حوض، وهذا الحوض عليه مصبات، ثلاث مصبات. فإذا أنا فتحت هذه المصبات، ماء سيمتلئ الحوض ماء، وإذا فتحت هذه المصبات زيتا سيمتلئ الحوض زيتا. فالدماغ حوض، فكل شيء أراه بعيني يكتنز في الدماغ، كل شيء أسمعه يكتنز في الدماغ. فنقول لمن يريد أن يحفظ القرآن الكريم، ركز عينك في الآية التي تريد أن تحفظها، في الآية وفي شكلها وفي صورتها، واحفظ عينك. طبعا هذا أيضا معنى آخر، احفظ عينك من المعصية، احفظ عينك من أن تنظر هنا وهناك. وندقق أكثر وأكثر فنقول، إذا أمسكت المصحف في اللحظة التي تكون مركزا فيها تركيزا دقيقا جدا، انتبه لمدخل الذاكرة اللي هو العين، فلا تجعل عينك تقفز إلى اليمين وإلى اليسار وتنظر إلى الأشياء إلا إلى الآية التي تريد أن تحفظها. هذا ممكن يكون صعب بالنسبة لكثير من الناس، يعني أحيانا حتى في مساجدنا يعني نشوف، وهذا أمر واقع شيخنا، يعني أنه إنسان يصلي بدون أن يشعر، ينظر يمينا ينظر شمالا ينظر كذا. ولذلك ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، ولذلك يعني لو إذا خشع الإنسان خشعت جوارحه. ولذلك تركيز النظر بالنسبة للصلاة، قال وليركز نظره في مكان سجوده، حتى يكون إنسان مركزا في عبادته. فالنظر مهم جدا. لكن بالنسبة لهذا النوع من الناس يعني صعب أن تطالبوا بتركيز. كلمة صعب أول شيء أريد أن ألغيها من هذه الحلقة، اتفقنا في أول يوم كلمة صعب، كلمة مستحيل، هذه خارج الحلقة، خارج الدماغ نهائيا. ولذلك ساعتين كما أخبرتكم من الدورة نركز فيها على التهيئة النفسية. كلمة صعب ما عاد نسمعها في الدورة أبدا، كلمة مستحيل ما عاد نسمعها أبدا أبدا أبدا، لأنه إذا استمريت أن أقول صعب، أنت حر، صعب صعب كما تحب. صعب حفظ القرآن الكريم، صعب. 17 سنة لم تحفظ الأخت التي سألتك السؤال القرآن الكريم، لأنها تقول صعب أن أحفظ القرآن، أنا عندي أولاد، أنا مشغولة. طيب 17 سنة ثانية ستستمري تقولي صعب. فنحن نقول ليس هناك شيء صعوبة، الأمر سهل جدا في منتهى السهولة. ركز عينك في الآية التي تريد أن تحفظها، أي صعوبة في هذا؟ عينك بدل أن تنظر هنا وتنظر هناك، اجعلها تنظر في المصحف. فهذه الإرشادات الصحيحة التي يعني نركز عليها. فكلمة صعب هي هذه أحد العقبات الهامة جدا التي تعيقنا في مجال حفظنا لكتاب الله سبحانه وتعالى.